أحمد طافش شاب فلسطيني ليس كأقرانه، عزيمة صلبة وإرادة أقوى. رغم فقدانه لذراعيه منذ ولد في ليبيا حيث درس في سنواته الأولى من دون عوائق تعليمية أو اجتماعية، الحياة بدأت تتبدل معه عند عودة عائلته إلى الوطن، نظرة اجتماعية سلبية وتعامل حتى من بعض المدرسين لا يتناسب مع خصوصيته. مع ذلك تجاوز الصعاب ووصل إلى الجامعة. الحمد لله تمكنت أن أخش الجامعة، وبرضو مع وجود برضو بعض صعوبات كانت برضو في مرحلة الجامعية. طبعا أنا كان اختيار أن أختار تخصص أخصائي تأهيل المعاقين، لأن أنا جزء من هذه الفئة، وهذه الفئة بتخصني، لأن أكثر واحد أنا بحس بمعاناة الأخوة المعاقين، وبحس بجرحهم وبحس بمعاناتهم. شكل رباعي فيه ضلعات متقابلات متساوية يعني في الطول. كما كان طفلاً متحدياً مبدعاً، أنهى أحمد مرحلته الجامعية بتميز ليؤسس مركزاً تعليمياً بعد زواجه. ولزواجه قصة أخرى، ظل مرفوضاً من قبل عائلة زوجته حتى نجح في إقناعهم بتميزه رغم إعاقته. أمام إصراري شافوا أحمد، شافوا شو هو أحمد، وهو كان له الضر الكبير أصلاً أنه أقنعهم بنفسه. لما أقنعهم بنفسه تغيرت فكرتهم تماماً، بطل عندهم فكرة عن المعاق أنه مش عارف يعمل ولا حاجة. بالعكس لما شافوا أنه كل حياته ماشية تمام، إيديه ما بتعيقش حياته نهائياً، صار عندهم قبول في الموضوع. حياة عملية لا تتوقف، وأخرى زوجية تتميز بالدفء مع الزوجة وبين الأبناء الثلاثة، زوجة تفخر بشريك حياتها. يعني كلام الناس ما كانش بهمني نهائيا. صحباتي طبعا بالأول يعني إنه كيف أنت بتاخدي حاجة زي هيك، لكن لما صرت أحكي لهم بعد ما تزوجت كيف أحمد وكيف بيعملني وكيف هو، بالعكس أنا بعضهم يعني حكوا لي إنه يا ريت ناخد واحد زيه. ومن ضمن الشغلات اللي أحمد بلومني فيها إني أنا ما كتبتلوش قصيدة، بس مردود علي عن الكلام هذا إنه أكبر، يعني إنه تصف قصيدة أو كلمات معدودة، يعني المشاعر التي أحملها تجاهه لا تكفي كل كلمات اللغة العربية لتعبر عنها. بالنسبة لرسالة المجتمع، نحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، فلنا الحقوق وعلينا الواجبات. أما رسالة للجميع فسأختمها بهذا البيت الشعر، وأقول لهم إعاقتي لن تمنعني وصوتكم لن يردعني، يا يداي المبطرتا ساقاي القاعدتا، كرسي المتحرك لا لن يضيقني. هكذا إذن يشكل أحمد نموذجاً يحتذى في الإصرار على تجاوز الإعاقة والمضي قدماً في الحياة رغم مصاعبها. لتلفزيون القدس، محمد الأسطل، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.